فعلا هذه مؤامرة متمة الأركان، اخترا لأنه تأتي بعد اغتيال شكري بالعيد واستهداف السياسيين ومن جهة واحدة سياسيا، مما يوحي إلى أن الطرف اللي نظمها واللي أدارها واللي نفذها موش غافل عليه هذه الأبعاد، وهو يريد عندما فشل في المرة الأولى المرة الثانية يزيد يدعم رأينا أنه تونس موش حركة الشعب أو غيرها مستهدفة، لأنه يأتي في ظرف نحاول نخرج به، نخرج ببلادنا في عيد الجمهورية، نخرج إلى آفاق أرحب وإلى حل الأزمة، ومرة أخرى جريمة تعيد تحب تعاود تونس إلى الوراء. لو جريمة كيف هكا معناها تحب تضرب وحدة البلاد هذه، وحدة الناس الشعب هذايا، سيح المؤسسات مهترئة، سيح الشرعية في مهترئة، سيح للطبقة السياسية معناها أذائها في كثير من الكلام، بقى الناس اللي تعمل تقتل معناها وتحب تقتل محمد الإبراهيمي في نهار عيد الجمهورية اللي ملموم فيه التوانسة الكل، يعني نقول نقراو في نهايه النفق اللي باش تقيدها هيئه الانتخابات اللي باش يكمل الدستور ونامنوا البلاد هذه والمسار الانتقالي، الناس متحب الا انه تقص. هذا شيء اسف ونتمناه باش مستقبل تونس ما يكونش اللي يعرفوا الشعب الجزائري في التسعينات ولا اللي قاعدوا يعرفوا الشعب المصري حاليا. البلاد هذه انه يكون في البلاد هذه يكون في حامي دم، يكون فوضى في البلاد هذه. هذه لا تخدم الا اعداء الثوره وعدة تونس، الناس اللي ما تحبش الشرابية العربي ينتصر، الناس اللي عملت انتكاسة في كل المواقع وبقات الشمعة المضيئة الوحيدة تونس هذه يحبوا يطفوها، هذه واضحة، هذه ما تستحقش عمق تحليل. ولازم اليوم نوقفوا الشعب الكل قدام الظاهرة الإرهابية هذه، والحكومة لازم تتحمل مسؤوليتها، وتبارك الله عندنا أمن وعندنا جيش اللي هو مستعد باش يواجه الظاهرة هذه، لازم نتوجهوا لها في أقرب وقت. هذا شيء أسف ونتمناه باش مستقبل تونس ما يكونش اللي يعرفوا الشعب الجزائري في التسعينات ولا اللي قاعدوا يعرفوا الشعب المصري حاليا. ما عنده مصلحه اللي يحب البلاد هذه تتفرق، اللي يحب هذه تقسم، اللي يحب الشعب هذا يتناحر، هذا شو عنده مصلحه. ولازم نشدوا الصحيح بدون اي تسامح قدام الظاهره الارهابيه هذه، وظهر لي هذا على الاقل التوانسه والكل مهما كانت اطرافهم توجههم السياسي نجم يتفاهموا على هذا على الاقل، خاطر مستقبل بنادم مهدد اليوم.